جبل حوران لكن مواليد لبنان 1915 من سلالة الأمير فخر الدين المعني. انتقل الأجداد إلى جبل حوران بسبب الاضطهاد العثماني. من عائلة مناضلين قاوموا الاحتلال العثماني والانتداب الفرنسي فاضطهدوا أشد الاضطهاد، مما اضطر والدته الأميرة علياء حسين المنذر إلى الهرب مع أولادها الصغار إلى مصر. دخل المعهد الموسيقي وتعلم العزف على العود وكان بيملك موهبة كبيرة. خاض امتحان للغناء أمام لجنة متخصصين لكنه فشل بسبب الزكام. بدأ العزف بالإذاعة مرة بالأسبوع ثم مجدداً امتحان بالغناء ونجح وصار يغني بالإذاعة بأجر زهيد وقتها. بعدها كانت الانطلاقة سريعة نحو الأمة وأصبح عملاق من عمالقة الوطن العربي بالموسيقى والغناء. أكثر من 30 فيلم سينمائي ومئات الأغنيات بصوته، كما أنه لحن لعمالقة الطرب. مسقط رأسه لبنان رحل فيه على أثر أزمة قلبية بمستشفى الحايك سنة 1974. من أفلامه انتصار الشباب، حبيب العمر، بلبل أفندي، من أغنياته يا ريتني طير لطير حواليك، أول همسة، عدت يا يوم مولدي، سألني الليل، حكاية غرامي. تحية للراحل الكبير فريد الأطرش، وتحية لكم مشاهدينا عبر محطة المستقبل. تحية منا لكم كل ألحان وأنغام الليلة. تحية للحضور الرائع اللي معنا، وطبعاً ما ننسى الفرقة الموسيقية من حييهم بقيادة المايسترو جاك حداد. مشاهدينا الليلة رح تبدأ بهالحماس ورح نبقى بهالحماس لنستقبل نحن وياكم الفريقين المشتركين. يا ترى منن المشتركين؟ خلوني أنا وياكم رحب أولاً بتوني، باتريسيا، وعماد. باتريسيا نيالي، نيالي، شو هيدا شو هيدا. أهلا وسهلا فيكم. إلى الفريق الثاني، هيثم، عصام، وأنجو.
تفضلوا. اهلا وسهلا فيكم بحلقتنا لليله. يا هلا يا هلا بالمشتركين. الليله اذا هيدا الحماس هيك مبلش، يعني انا بوعدكم انه الليله بدها تكون مفرقعة فرقع ان شاء الله ان شاء الله. هيك هيك فرقعة هيك، ما هيك عصام؟ بس شفتوا عصام، عصام شو جنتلمان فات وتركهم للصبايا وراه. لا عصام مش معقول يعني شو. انا فكرت انه واحد ورا الثاني رح فوت. فت ونسيت شو فايت اعمل. بونسوار. مع انه معود على الشركه، معود على الفيوتشر، وبعدين باتريسيا الليله بعيده عنك ليه؟ الحمد لله. الحمد لله. انا مطمنه لانه قاعد حد الماما. قاعد حد اوكي. عفوان. يعني اكيد رح تفرقع الحلقه لانه قاعد حد الماما. اكيد لانه عم نشوفها طبعا لختام بادم وحواء بتكون والدتك. نعم. بس مزبوط ختام، تذكرت كنا واقفين بالكوليس برا. والله الليلة وقفت 3 ثواني بالكوليس، 3 ثواني بقى. كنا سمعنا الميدلي للراحل فريد الأطرش، وعم بتقلي شغلة ختام معلومات طبعا هيدي جديدة، بليز فيك تقوليها. انه كانت امه، انه امه كانت تعزف على العود وتاخدهم معها، كانوا صغار يعني يدعوها للصالونات، كانوا يعملوا صبحية وهيك. كان فريد الأطرش وأسمهان، صغير وأسمهان تاخدهم معه. فمن وراها تعود وحب العود، حب وتعلم من ورا والدته يعني. أكيد وأسمهان حبت الغنى من وراها. أكيد أنا بقول إلا ما يكون بالعائلة في شيء. باتريسيا شو في بالعائلة هيك شيء تفجير تمثيلي؟ لا لا، أنت بكفي يا باتريسيا. شو الفرق؟ وتوني وعماد حواليك يعني قليلة. مينيموم. توني شعراتك طولانين السنة. ايه على الكيماوي. على الكيماوي. بتحطولهم كيماوي؟ طيب انا بدي اسألكم قبل، بدكم تسموا الفريق؟ ايه طبعا. شو بدكم تسموا؟ نحن فريق الأطرش. فريق الأطرش؟ فريق الأطرش. حلوة. بس مش الأطرش بالذات. الواحد المناسب. تيمنا تيمنا. طيب شو بدكم تسموا الفريق؟ انجو. انت لازم تسمي الفريق يعني، شو بدك تسمي؟ لولو. فريق فريق الفريد. حلو. فريد الأطرش. لا كثير مهضوم. في نسخ، في كوبياج، في نسخ. بلش من اول الحلقه هيك. لا ما بيصير. ثاقبت سالتكم قبل. هلا ثاقبت. ما كنا بدنا نبلش. هلا ثاقبت ماشي الحال. طيب اعصابكم منيحه مرتاحه؟ رح نبلش لانه في حبه. يلا رح نبلش باول فقره. اول فقره بتقول انه الفرقه الموسيقيه رح تعزف ميدلي ورح ينقلوا من اغنيه لاغنيه، ولكن في كلمه بدكم تعرفوها بس ينقلوا من اغنيه لاغنيه ثانيه، كلمه صله الوصل بتكون، بدكم تعرفوا شو هي، بس هن 4 كلمات بدكم تحفظون. رح نبدا مع فريق فريد. انتم بهالوقت ادرسوا ادرسوا شوي او نجرب نخربطهم او ايه اذا بدك نعمل مشاغبات. واضحه؟ واضحه الفكره؟ واضحة. بس ميراي انا في شغله، انا دائما معود على الاكرام. هاي طيب تعود هالميلي هلا الليله. يلا نبدا. تفضلوا بدكم تحفظون. Thank you.
قطع عند غنية. قطع غنية. غنية لحد هلا. هذا اللي فهمناه. قطعوا أربعة ولا ثلاثة؟ يعني للحقيقة. كم وحدة قطعوا؟ وجوهكم وعينيكم يعني حكيوا لنا اشياء. تغيرت عليك ايه؟ شو اول انا لو اهلي حسيت عصام عرفهم كلهم. ايه ايه عصام من ايديه وهيك اسيت توني شو؟ اسيت اسيت شو اسيت؟ اسيت مين؟ اساسيت اسيت مش اسيت ما بيلبق لك يا عصام تقاسي رح نعطيك قصصات ونسحب لك 50 حلو لا مش مزبوط أول كلمة الغربة الغربة؟ حلو كتير هاي أول حلو كلمة كتير. برافو اللي اتفهت بالغنية وبلشيت ولا الكلمة المشتركة؟ ما هي زيتها الغربة مشتركة يعني بداية أول غنية عرفت كيف؟ يعطيكم ألف ألف عافية نقلوا من أغنية لأغنية بداية أول الغنية صلت الوصل الكلمة مش أسئلة التاني التاني شو؟ أهواك أهواك نهواك ركزوا هاي مش التاني مش تاني هاي في وحدة تاني تعرفوها هاي يمكن قبل آخر وحدة قلناها هاي يمكن قبل آخر وحدة أهواك إيه ما إيه رح نحسبها مزبوطة تاني تاني كلمة هيك فيها إنه لا حلوة كتير فينا نعيدها تعبت تعبت أوكي تالت كلمة أهواك مزبوط مزبوط رابع كلمة حلوة كتير من العزم من الحاجات من شو من الحاجات دي اللي كانوا بيقولوها رابع كلمه كمان لا لا قلنا لا مظبوط اهواك اهواك ما هي اهواك اهواك لا برافو يعطيكم برافو برافو يعطيكم الف عافيه الفريق الثاني تركيز قوي كثير فريق الاطرش فريق الاطرش فريق الاطرش يلا اربع كلمات كنت تحفظوهم تبقوا تفضلوا فرقه أنا عم بحلم ليل نهار الورد اللي يعني زرار أنا عم بحلم برفيقك قولي بس نطلع صوب الشمس ناخدها وطير نعلي مطرح لجن ولا أنس بحلم برفيقك قولي بس نطلع صوب الشمس ناخدها وطير نعلي مطرح لجن ولا انس فوعدتك بنجوم الليل لفرحة بغيوم شمس ومي بس ما بقعد بلاك بنفرتح قلب الحي الا نسمة هواك بقعد بدون شمس ومي بس ما بقعد بلاك بنفرتح القلب مسدله عالورقة وبعدله نص القلب رسدله عالورقة يلا منسمع برافو من فريق برافو. الأطرش باتريسيا كيف كانوا وجوههم يا ميري؟ شو في؟ كانوا وجوههم وجوههم كيف كانوا؟ وجوههم مثل وجوههم هلا أنا افتكرت كل وجوههم نفس الشيء حاولت مثل وكنت عم بعمل هلا بدنا نقول الكلمة اللي بلشوا فيها تاني غنية ولا هي زي الكلمة بتنعاد لأنه مش كنت عم تنعاد الكلمة كلمة مشتركة بين الأغنيتين الأولى والثانية بين الأولى والثاني اوكي مش ضروري تكون هي زيتها يعني باردون في منهم مش مشتركين في كلمات مش مشتركة يعني مع الأغنية مش زيتها بتبلش لا كل الكلمات مشتركة طب هلا المهم طيب خلينا نشوف يلا خلينا نبلش احلم عم بحلم مزبوط بحلم اول وحدة ثاني شمس الا اذا قفيت وحدة قبلها قفيتي وحدة تفضل شمس مزبوطة شمس المغيب شمس و صارمية طفل طفل نص القلب بركي نص القلب بلشت فيها بالزاقة القلب؟ لا القلب برافو كبد نصه لا لا القلب برافو اوكي بس بعد في وحدة يلا شرن الأورد يلا انسى انس شي شي شو شو ايه ايه انس مزبوط انس عصام قلت لك الليلة ليلتك برافو $200 لفريق الأطرش بس ذكريني قد ولا شيء لا لا شيء لفريق الأطرش نحن بليك شو بنسوى بس نحن بناخذ منكم نحن كان لازم نخسركم عطونا بس نحن إذا أنتم ما ربحتوا وعطيتوا إجابة خاطئة بناخذ منكم
لو ما معكم يا أنيس آخ يا الله خلاص خلاص ياخد من الجيل سألك علينا يعني ولا شو بدها الآن على كل ننتقلي عصام مهمة تقدر تراهن سيارتك مثلا بدنا ندفع شيء من جيبتنا هلا لا بعد شوي التقليعة مش لازم تكون كتير كتير قوية لأنه بتصيروا هيك تهبطوا آخر شيء لازم تقلعوا عامة هلكون تتصير آخر الحلقة بس نحن إذا مقلعين وهيك إذا مقلعين وهيك إيه 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 شو تركين لبعدين؟ طيب أكيد عنا فقرات كتير بعد ولكن هلا رح نتوقف نحن وياكم لنعمل جو كتير حلو لأن أكيد الفنان اللي رح يشرفنا ويغني لنا أغاني جديدة بتحبوه كتير بزقفة كبيرة رح نرحب سوا بالفنان جو أشقر منك ما عم يوصلني اخبار طمنا علي بعتلي صورة وتذكار شو اخبارك منك ما عم يوصلني اخبار طمنا علي بعتلي صورة وتذكار واذا بعدك متذكرني دخلك قلي وخبرني اذا بعدك متذكرني دخلك قلي وخبرني ولا قلبك غير اختار شو اخبارك منك ما عم يوصل اخبار طمنا عليك وبعت لي صورة وتذكار ليش العذاب تركني بوحدي غريب بهالدنيا بعدك حبيبي أنا قلبي داب إذا بعدك على وعدك باقي عم بعذب فيك فراقي ليش العذاب تركني بوحدي غريب بهالدنيا بعدك حبيبي أنا قلبي داب إذا بعدك متذكرني دخلك وإذا بعدك متذكرني دخلك قلي وخبرني
نتابع سوا أجواءنا الحلوة مع حلقة الليلة من إيقاع. فريق الأطرش عرفوا الأربع كلمات بالفقرة الماضية، مع إنه توني لمنا. كيف عرفتون توني الأربع كلمات وأنت قلت لي بالماضي من خمس دقايق بالماضي قلت لي إنه مش مشتركين الكلمات؟ ايه في اشي يمكن ما انتبهت لها. كيف عرفت؟ قول لا في مصداقية بالبرنامج. رح خبرك خبرية من اولها. كيف انتبه لها؟ من اولها؟ مش قد ايه بدها؟ ثواني، ما اتفقنا انه انا بحفظ الاولى والاخرانية. حفظت الاولى ونسيت الاخرانية، فلحسن الحظ انه الحق عليك. الحق على مين؟ مش عطوني بلا عطوني شو مش عطوني. بليز ميراي، نحن هون في تيم وورك. اوكي، هلا عنا تاني مرحلة، تاني فقرة. لا ما تزعل. لا ولو. تاني فقرة كتير مهضومة، بس رح نبلش معكم. مش مرتاحين. فريق الأطرش معكم. رح نشوف قدامنا على الشاشة مجموعة صور لفنانين. قول ستوب، تطلع صورة فنان أو فنانة، وتحت الصورة مكتوب كلمة موجودة بأغنية لهالفنان. بدكم تعرفوا شو هي الأغنية وتغنوها. حلو كتير. كيف؟ حلو. مستغنين عن دينايكون؟ كل أغنية بتعرفوها 100 دولار. أنا برأيي تبلش نبدأ. يلا تفضلوا منشوف. بس يا ريت بتزحلي طويلة شوي. ستوب. الفنانة صباح والكلمة صيدا. ألو يلا. واحد اثنين، عدوا معي. اثنين. قالوا عني مجنونة. ايه قالوا عني مجنونة. واني بحبك يا عيوني. غنية. عني مجنونة. بدنا تمرق صيدا يعني. مش سور او بيروت. يلا يا عماد اعطيها من قلبك من جوا. من قلبك من جوا. يلا قولها بدك تغنيها. صيدلي يا صيدلي. صيدلي لا. للفنان عزار حبيب صيدلي يا صيدلي. يلا بتقسم. منشيل مية. فريق الثاني. قالوا بيروت. ايه لا هاي المرحلة لإلهم. يا ريت فيك تاخذي المرحلة. ما قلتي لي تفضلي. لا انا تفضلي لتشوفوا قدامكم على الشاشة الصور. نحن هلا يلا. بس شو تفضل؟ تفضل ولا معشى؟ ستوب. الفنان صابر الرباعي وربي لي. والغنية السابقة وعدوني ونطروني. مش ربي لي؟ يلا. ربي لي. يا حياتي ربي لي ولادي. الفنان صابر الرباعي 100 دولار اذا بتعرفوها بدكم تغنوها من هون لهون. واذا لا بتصيروا مواسون. خمسه كم نو يعني. اربعه ثلاثه واحد ثلاثه اربعه. اعطوني 100. يا حرام. يلا عصام. مزيانة اسمها. مزيانة هي اسمها هيك؟ ايه مزيانة. كيف شو؟ يعني كيف يعني عشت الاسامي هيدي ما صارت بعدها بالبرنامج. يلا مزيانة. يا فريق الأطرش تفضلوا عن جديد. هنعطيهم بالاخر. ستوب. الفنان ريدا. علم ولدك قلو لولدك مش شاطر ما بيموت مش بالحكي بتعلم ولدك ولا بتعلي بيوت. ايوه برافو. 100 دولار لفريق الأطرش. الحمد لله. يلا دور تفضلوا. كمان مرحلة لإلكم. زيد فضلك. ستوب. الفنان هاني العمري. الكلمة ناطر. يلا نبلش نعد. صار لي شي ساعة. ما فيك تردوا. سهران وناطر عيني. غنوا. سهران وناطر عيني. الله يا عصام يا حنون. لا كثير كثير مراي. سهران هو غير لحن بس مش مشكلة. لا تصيروا صفر بس. حلو كثير. انا صار لي زمان مش شايفه لهاني. حلو كثير. بس تصيروا صفر يعني. لا برافو عصام من عندك. شوف لي هالسكور عنا. منيحة للعين. شوف لي هالسكور عنا. رح اقول لكم شغلة. انه اساسا بالبرنامج هيدا بالاولين لان كل برنامج فيه قانون. اكيد القانون انه اذا حدا رد الثاني بيخسر اللي رد واللي نرد.
يعني اللي رد على الثاني يعني الفريقين بيخسروا حلو كثير بس وانتو صعب تصير من عندك شفلي قديش كورنا 200 200 200 بالوين يلا رح تعرفوا هاي وتصيروا 300 تفضلوا منشوف سوا ستوب الفنان مايز البياع الورد انه في اهين من هيك كميه الورد الورد بكامل ورد يا معلم بكامل انس يا معلم لك كبير يا عمان يا معلم كامل انس يا معلم هلا اخر مرحله بهالفقره لهلا ولا شو بك اي صح انا لا ما بعرف مصدومين خلص مصدومين طيب مش هالقد مش هالقد يلا بدنا نربح 100 بليز ربحوا ال100 للبرستيج يعني واي تفضلوا للامور بروبر ستوب الفنانة قسما عظما قسما عظما قسما الميكرو شو هالكلمات عم بتغني عم بتغني انا عظمه هلا نحن اوكي صرنا فريق الافرج بس ما عم نسمع شيء فريد بالصوت نحن عم نغني فريد من نوعه والله ايه بالفعل فريدين من نوعكم بالاغاني والالحان سوري هلا معقول حلو فيها انجو كانت عم بتغني ليبسينج يعني بلا صوت بده يطلب طلب يرفع اصبعه بدي اسمع صوتهم عم بغنوا بليز ايه في فنان بيناتهم الاستاذ عصام معايا كبيرنا يا عصام توني افضل لك تضل توني ما يكون افتكر حاله فريق الاطرش خليفته يعني انه شو هو يعني ليش لا ليش لا ليش لا باتريك اصول اللعب معطاء توني ما سمعتي له توني عم بغني هيك وزن طول شعره بس معطاء جرب ليك هيها شفت لو ما مجرب هلا عرفتك فنان مزبوط يعتذر للجمهور وحبيبه متفقين احنا متفقين سوا احنا بنعطي العنوان والفنان بغني هيك اوكي رح ننتقل هلا الى مرحله ما بتغنوا فيها ابدا ولا شوي الحمد لله الا اغاني حلو فيه هلا انتم بدكم تغنوا على كلام عربي بنسمع قبل اغنيات اجنبيه وبنحط لكم الكلمات العربي انتم بدكم تغنوا على اللحن اللي بتسمعوه يلا بنسمع اول اغنيه بفريق Cómo fue que se olvidó Last night I dreamt of San Pedro Just like I'd never gone I knew the song A young girl with eyes like Bethesda It all seems like yesterday Not far away Tropical the island اوكي سمعنا هالاغنية هلا رح نشوفوا قدامكم كلام عربي كلام باللغة العربية بتكون تغنوا هالكلام على نفس اللحن تفضلوا فرقة لما بالساحة لقيتها لما بالساحة لقيتها ساحة لقيتها لحكيتها وحكيتها وهي من أغاني فايفاني وماشي جنب الحيط ومع وجه على البيت وما تلفت عني حسب عدد أنا خبازة ولحكيتها شو هالاصوات تهانينا تهانينا صدقني حكيت ولا كلمه بعد لا مبدئيا غنيت عصام غنيت كذا كلمه كذا حكيتها كذا حكي حكيته وشوشتها على كل اللي ربحته 100 دولار لا 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 تعبت تعبت هيدا كرم منك هيدا كرم منك شفتي انت انسانة كبيرة وكريمة بس اللي ما غنوا ولا صاب ولا نقطة يعني يلا باتريسيا لا 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 باتريسيا هلا خليني اشوف انتوا شو كنتوا تعملوا يلا نسمع الاغنية ايه.
هلا نسمع الموسيقى اللحن ولكن على كلمة عربي بتكون تغنوها. فرجيني شطارتك يا توني. يلا اسمعوا صوات هلا. مش ممكن راضيك، مش ممكن راضيك، مش ممكن راضيك ولا حتى اسمع منك او حتى حكيك، مش ممكن راضيك، مش ممكن راضيك، غلطان غلطان غلطان، مش ممكن راضيك. يلا كمان ويلا. لا توني ببدع اليوم. سوري انا اقتنعت يا عمي، مع انه كيف عم تسمعوا الموسيقى وانتم فريق الاطرش؟ كيف هاي زبطت معكم؟ ما هي بتصير هيك هون اللعبه. احنا كنا هون اللعبه. طيب هو نحن فريق بس بعد ما تقع لحد هلا خلص اقتنعت انه بدي اعمل مطرب. انا بدي احط الميكرو تحت الباط. ايه ضيع الزقفة وبصير وين الزقفة؟ بس بتكون بس على طول بتكون مرشح اذا بدك تكون فنان. ايه بتكون مرشح وتعبان وزينك. عم تشتغل هون مرشح وبغني بلاي باك مش قصة. ايه مثلك انت. طيب هلا فريد جمعتوا لهلا معنا 200 دولار. برافو. في بريك. فريق الاطرش 400 دولار. برافو. عودي لاجوائنا الفنية لنستقبل سوا نحن وياكم بمحطة فنية جديدة الفنان جو أشقر. بترجاكي اهتم بحالك وبرنجي العين عالدني، أنا كل ما بقشع جمالك بعيوني تحلى الدني. بترجاكي اهتمي بحالك وبرمشي العين عالدني، انا كل ما بقشع جمالك بعيوني تحلى الدني. بترجاكي اهتمي بحالك وبرمشي العين عالدني، انا كل ما بقشع جمالك بعيوني تحلى الدني. I'm not afraid.
بترجاك اهتم بحالي وبرمشي عينا عالتاني انا كل ما بقشع جمالك بعيوني تحلى الدني من بيك بولع لو بس من نسمي بتجرح احساسك لو سقطت شعرة من راسك من عمري بيسقط سني قد ايه انت عايش يا جوزيف للنجوميه؟ يا زلمه ليه انت ديكتاتوري؟ كيف عم تحكي هيك؟ برا مطلع فيي قال لي معلش بتطلع ديكتاتوريتي ارحم من ديمقراطيتك. قبل ما تخلق وانا كمان يعني كيف بتقعدوا اولاد حتى؟ انا ناطط من هون عليهم اكلهم كلهم. مساء الخير اليوم عم نحط هي عباره عن ليمونه. ولكن انا كان عندي تجربه مع صديقي احمد فتفت حبست انا وياه بالسرايا الحكومي سنه ونص 8 اشهر. الليله سهره عنا على المستقبل. نرجع سوا لمتابعه حلقتنا من ايقاع مع الفريقين فريق فريد وفريق الاطرش. كيف زبطت معك؟ هلا عندنا فقره جديده بس مهمه هالفقره. أيوة. كلها اغاني وكلها الحان وكلها بس لازم تتكلوا على على مين؟ على سقفتكم الموسيقيه بالاغاني. حلو حلو كثير. يعني وين بياخذوها؟ شو الختام؟ مش الحال. سقفتكم الموسيقيه بالاغاني شفتكم. لانه بدنا نستقبل سوا على المسرح الباشا. كيفك باشا؟ تمام. هلا الباشا هاي لمين؟ للباشا؟ للباشا؟ طيب شو بقى؟ طيب اوكي انتوا هيك عم تعملوا للباشا. خليني بليز باشا فيك تحمل. يلا جو ميري. حلوة يا ميري. سقفولا عملي لنا برمي برمي. ايوه فتلي لورا فتلي لورا فتلي لورا. لحاله عجيبه وصاري. هلا الباشا بده يعزف مدلي من ثلاث اغاني. أيوة. ببلش بالنغمه تبع الاغنيه. انتو لا هني لا انتو لا هني لا طيب نحن وهني يلا لا انتو لحال ببلش بالنغمه بتكون تعرفوا شو هي الاغنيه بس تسمعوا النغمه تقولوا لان هو بده يكفي ونسمع المدلي كله سوا بس يبلش بالنغمه بتقولوا. باشا حابب بتبلش هلا؟ يلا عندك وقت؟ جاهز. يلا تفضل مع الباشا واول مدلي. وبكرة لما تسافر الله يكون معاك بكرة رح بتسافر كل قلبي معاك يمكن ترجع يمكن وما تلاقيني يمكن ترجع يمكن ما تلاقيني يمكن أو بالروح أو بالرجعة الله يكون يلا قولي اللون واحد اثنين ثلاثة اربعة والله زمان
يا هوى الزمان والله زمان زمان يا هوى الزمان يلا والله زمان يا هوى الزمان والله زمان زمان يا هوى الزمان والله زمان زمان سقفول لفوق يبقى منيح على قلبي هوا زي العسل على قلبي هوا زي العسل وعلى قلبي هوا زي العسل يعني معلش بسيطة بسيطة بعد في مرحلة تانية ولكن قبل لي فريق الأب ما في مرحلة يلا نسمع الميدلي انتبهوا بعد في مرحلة أوكي انت يا توني يا فنان انتبه تفضل باشا على قلبي العلوني يا ام الفستان الزهر مخبيكي بعيوني هدوني هدوني عينيها سحروني يا ام الفستان السهر بخفيكي يلا شو بعيدة ايه ايه ما مش مركزين مش مركزين يا المعيوبة في عصفورة لو نرمادي تطيروا تتدلع من وادي لوادي ما قدروا عليها الصيام من وادي لوادي كمان 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 طلوا طلوا الصيادي وسلاحهم يرفع في عصفورة لو نرمادي تطير تتدلع يا من وادي لوادي ما قدروا علي الصيادي من وادي لوادي ما قدروا لبعين ومرحبتين وين هالبيت وين معروف وين محمود وين الناس وين حسان مرحبتين مرحبتين وين الهدم بيجي وين معروف وين محمود وين الياس وين حسان تهانينا توني يعني عن جد فريق منوعك يا توني خرزة زرقاء ارجانس للصبي تيجي تعديها للصبي عندكم خرزة زرقاء فريق من نوعك يا توني فريق شو بقى تحدوا توني يا فنان انت نحن ميراي نحن ناقلين لهونيك نحن ناقلين لهونيك الله يحميك في تركيز هون هاي البينة في تركيز نحن جاي في عطاء مع انه اطرش ها وانتوا فريدين انت مش عارفة انه اطرش بيقشع كثير نحن فريق بس بعد منطقة يلا هلا فريق فريد انتبهوا كمان نفس المرحلة ايه مش طالع صوت النايسين ضل بدنا نخلي الباشا هون تربح لك شيء غني يلا ركز يلا يا رب يلا جاهزين أعطيهم درس بعيون اتدلع يا كيدهم اتدلع يا كيدهم ليهم يشوفونا خليهم يشوفونا علمهم وصول الحس علمهم وصول الحس أعطيهم درس بعيون أعطيهم درس يلا نيل قازم الساهر اكثر من هيك يلا خلص ضمني على صدرك
وبعدنا عن الناس شوف الألم والحب والنشوة والأحسان ضمني على صدره وبعدنا عن الناس شوف الألم والحب النشوة والأحسان والله يا عمري العسكر بدون الكاس على قلبي غلا 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 تعذر حنيني لو تعرف على قلبي قلبي غلا 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 تعذر حنيني برافو أنا فني الباشا ميتناها على السرد الحلوة شو هيدا؟ اثنين ونص يعني شو هيدا؟ اثنين ونص طلعت حرارة يعني لا لا ولا ما بتطلع حرارتك أبدا مرسي هلأ آخر مرحلة لفريد الأطرش لفريق الأطرش بس فريق الأطرش يلا ميري ميري نحن شو ربحنا ولا لا؟ لا ربحتوا صار معكم حيصيلنا 200 يا عيسام ممكن تسمعنا لو تاع غلاك غلاك ليه بصوتك ليه بليز عيسام سيسي كرمال نعرف انه صوتك حلو يلا هلا نحن كنا تحت الصفر تصاروا 200 ايه اوكي بدك مني ايه شو طيب يلا ليك ليك غني لنا هاي غلاك مقدم سلف لانه اكيد بدك ترجع تعرف على قلبي غلاك تعذر حنيني كان اللي بقلبي هواك وتغرب عيني لو تعرف على قلبي غلاك تعذر حنيني كان اللي بقلبي هواك كتير ميرسي كتير روح يا طوني بس هالقد؟ ايه بس كثير بس هالقد ما فيي ليه ما بتعمل مطرب؟ هو بدهم 400 دولار ليه ما بتعمل مطرب؟ ما هو مطرب لمين؟ ليه ما بتعمل مطرب؟ لشو؟ لك تضل تمثل حد باتريسيا لا ما هو بغني بغني ميري هو بغني أيضا افتكرتك من فريق الأطرش لا مش عم يسمع نقل نفوسي قريبا لأنه عرفت في شيء أو بكي بيري مدينته الطرشة عرفت أنه آدم وحوا راجع أكيد بقوة بقوة ألف مبروك لألكم ميري ميري مبروك راجع على محطة المستقبل على راد تهانينا مشان هيك ما بده يعمل فن هو رجع يعني بس انا مش عارف اذا رجع لا انا هلا عم بسمعك اكثر لا اكيد لا هلا بدي اسمع اكثر يلا اخر مرحله لكم تفضل عبد القادر يا ابو علي وعبد القادر يا ابو علي زاد الحال عليا دامي حاليا ابو علي زيد روط عليا عبد القادر يا ابو علي زاد الحال عليا دامي حاليا ابو علي زيد روط عليا يلا عيدا عدلون يلا عن جديد واحد اثنين ثلاثة سيدي منصور جابوا لي ما سولوني قلت انا ما ريبة ما ريبة غير حبيبي هو شير الحيوان تحيونه هو ناري جيدة بدون نحكي وندون نشكي ونلقى فايدة روح يا روحي روحي معاك أنا ما بقدر أنسى الأوان روح يا روحي روحي معاك أنا ما بقدر لقفتنا عيدا
بغني له وبدق له لا بنادي ولا بعشق دي ولا دي للادي انا اختار لبنت بلادي اموت اموت عليها دي ولا دي لا بعشق دي ولادي للادي انا اختار بنت بلادي اموت اموت عليها دي شكرا باشا بتأسف يا جماعة ضليتني نادي بخرزة زرقاء وما اجت لتوني اكيد يعني يخسر هالمرة عصبوا بالعين اكيد فريق الأطرش انزلتوا لا حسيت حالي أطرش عن جد مش نازلين انت حر يعني اذا انت مش سمعون احنا نازلين قريبا على الشاطئ يعني بتأسف صرته يعني 100 كان لازم تجمعوا اكثر لا لا هو بس ماشي هو الحال. تواضع وتضامن منا مع فريق زعيمنا براي ديز لا خلص بعد صحبة بس طيب اكيد ما شبعتوا منه للباشا لا طبعا لا شو رايكم انه هلا بلا مصاري ايه بلا مصاري نحن ندفع بس غير بس نسمع حلوه منك يا توني نحن بنسمع ما شبعنا باشا يلا ما نسمع منك شيء مدلي هيك شيء حلو تفضل يلا يلا قلب عاشقها والعيون وهويتها واهلها ما يرضون قلب عاشقها والعيون وهويتها واهلها ما يرضون كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليها كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليها وانا كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليها كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها عليها تجاوبني عينيها تجاوبني عينيها ترحل يا حبيبي يا حبيبي واهلي زقفتنا زقفتنا يلا يلا هوب بلاش نتكلم في الماضي الماضي ده كان كله جرا وما دمت بحبك انا راضي هندور ليه على شيء راح يا رأي ملك انا قلبي ملك يا رأي ملك انا قلبي ملك وعيوني كل الاحلام سنة وانا ميال ميال وبحبك انا مشغول الباب من كام سنة وانا وبحبك انا مشغول الباب لا بتتكلم ولا بتسلمي لا بتتكلم ولا بتسلمي ليه كل يومين بلاقيك بحال طب ده انا ميال 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 ده انا ده انا ميال شو روق بالك
نهايه حلقتنا مع الفريقين اللي جمعوا لهلا تقريبا 200 دولار فريق فريد و600 دولار فريق الاطرش. مرا فينا فينا نقلبها؟ فيك تقلبها هيديك 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 يا مرا. هلا اذا خسروا بتنقلب لحالها لش تتعذب حالك. نقلبها هي مثل ما هي هيك نقلبها. لا ما فينا. فريق الاطرش بدكم تنتبهوا شوي، هاي الفقر عليها 250 دولار. بدنا شوية تركيز، اوكي؟ يلا رح نشوف قدامنا على اللوح حلو تابلوين، تابلو للفنانين وتابلو للآليات الموسيقية. إذا ممكن تختاروا من أول تابلو اختاروا رقم ثلاثة. رقم ثلاثة قالت باتريسيا. مين يا ترى؟ الفنان راشد الماجد. هلا من التابلو الثاني يلا مين بده ينقي؟ بعتذر منكم. مين بده يختار من التابلو؟ خمسة. الرقم خمسة التوني. رقم حظي. الله بركاشن. والله حظي. يلا هلا هلا البركاشن بده يعزف أغنية للفنان راشد الماجد، أوكي؟ ركزوا ما تقولوا إذا ما إذا مش متأكدين. لا فيكم تفتحوا آلة ثانية. بليز مفتاحها قبل ما نسمعها. يلا الله هيدا شو هيدا يا بركاشن؟ يعني كلهم هيك اصلا. شو هيدا؟ شو؟ حلوة كثير. يعني من خاطر خاطر بوحدة. يلا خاطره برقم ثاني. شو الرقم؟ يلا عماد. عماد ستة. رقم ستة؟ يلا ستة. كلارينات. اوه حلوة عماد. حلوة منيحة. يعني هيدي آلة نغمية تمام. هلا الأورج والبركاشن سوا. سوا حلو. يعني يلا شو حلو. يلا نسمع. يا الله. يا الله. يا الله عرس لسانه. يا الله عرس لسانه لعماد. شو؟ عم كذب اكيد. يلا عماد. ايلي تلتي ايلي تلتي. هلا بصير الفرقة كلها. فينا نسمع النغمة نرجع شوي؟ ما فينا؟ فينا نسمع بعد مرة؟ باك تدفع هالشيء يعني. ما بندفع ليه؟ مش حلو التعامل المادي ميراي ولا نفتح إيلي ولا مش حلو التعامل المادي إذا ما نسمع مرة تانية ما نخص. إيه طب شو بنعمل؟ لا مش حلو هيدا القانون. لا مش حلو. شو؟ إيلي تلتي؟ باتريسيا إيلي تلتي؟ سبعة. رقم سبعة. يلا طبلة. حلو كثير. هلا ثلاثتهم حلوة تشكيلة طبلة ولعانة. ثلاثتهم رح يعزفوا. طبعا طبعا تفضلوا. مش ظابطة معانا. ولو ولو ما عرفتوها؟ لا يا توني يا فنان. يا توني يا فنان يا مبدع انت ما عرفتها؟ يا توني يلا قالي قالي بعد اذا قالي بعد يعني ما بقى نربح شيء. يلا بنفتح قالي. لا شو بك؟ يلا باتريسيا معنا نلعب نقي ومش عم. يلا تسعة. يعني رقم تسعة. واو بليز تشكيل كاتم كاتم تشكيلة تشكيلة. يلا تفضلوا تشكيلة هما. يلا شو شو بيغني رأيك؟ دير دير حلو. بعدنا يعني أكتر شيء ماكسيموم بقدر أعمله جيب الفنان راشد المجد يغنيها. بدي عزبي هاي ماكسيموم يعني. وبرضو وبرضو ما توني طيب. أنا عزبك ميراي ما نعصبك. اخر آلة بحق لكم. يلا بنختار رقم. قلت لكم الفرقة الموسيقية كلها بدها تعزف. يلا اي رقم؟ واحد. رقم واحد بيس. يلا نسمعهم. شو ما عرفتوها؟ ما عرفتوها. شو رأيكم انه نسمعها من الفرقه الموسيقيه؟ والله يا ريت. وين خسركم 100 دولار؟ شو بدي اعمل؟ تفضلوا فرقه. مين يقول اني لغيري؟ انا ليك ماني لغيري؟ انا متعلم مصيري يا حبيبي في مصيري. مين يقول اني لغيري؟ انا ليك ماني لغيري؟ انا متعلم مصيري يا حبيبي في مصيرك. يعني شو بدي اعمل؟ بتاسف بتاسف. مين يقول اسمه؟ مين يقول؟ مين يقول اسمه؟ مظبوط الغنيه. مين يقول؟ مين يقول انه بتخسروا؟ مين؟ مين؟ فريد. فريد يلا هلا الهمه كلها عندكم. فريد فريد يلا لنشوف.
طبلوين قدامنا، خلينا نختار الفنان قبل. طبلية يا أنجو. شو يا ختام؟ يلا. ماما يلا. يلا. أي رقم؟ اثنين. رقم اثنين. مين الفنان أو الفنانة؟ حلو. نانسي. فنانة نانسي عجرم. حرام شو صعبة يعرفوها. اختيارك موفق كان. يا حبيبتي يا ماما. مين بده يختار؟ خمسة. خمسة. عم بقلد توني. لنشوف. عم بقلدك. عم تقلدني؟ حلو. كاتم. أنا أحب كاتم جديد. كاتم. كاتم أسرار الفنية. ركزوا مني. بحب الكوافة. بليز ركزوا. خلينا نسمع. أنا بعرفها. لا اوعى اوعى تقول لي تخسر أنت. شو؟ لك ما ما شا ما شا شو شو بتفتحوا آلة تاني؟ طبعا يا زلمة. تفضل. يلا. سبعة. رقم سبعة. رقم سبعة جيتار. جيتار وكاتم. هلا إذا ما عرفتوها بدي كتير عصب. شخبط شخبط خبيط لخبط لخبيط. برافو حلوة عصام. برافو برافو. ما بقى فيي 200 دولار ربحتوا. نسمعها من الفرقة الموسيقية. تفضل. شخبط شخبيط لخبط لخبيط مسك الالوان برسات عالحيط. شخبط شخبيط لخبط لخبيط مسك الالوان برسات عالحيط. نعم. ليش؟ لأنه الماما كانت غني لي إياها بالمنام. بلا. من الدف عرفتها. طبعا. لا معقول. والله. بالكاتم إذا. مشيني توني. أنا بحييكم. مشيني توني. رفعتوا لي معنوياتي. وأخيرا. إنه صرتوا 400 يعني ها؟ نوعا ما. هلا فقرة جديدة للمشتركين والفريقين. عندنا أغنية لإلكم. خلصت هديك إيه؟ بس يربح بشي فقرة بده منا ثلاثة أربعة. عن جد ما بتلحق. تعودنا عليها. هلا فريق فريد. نعم. عنا أغنية كلمات أغنية اسمها لا تشبه حالك بالناس. أوكي اسم الأغنية لا تشبه حالك بالناس. رح نسمع الفرقة الموسيقية والكورال عم بيغنوا هالكلام لا تشبه حالك بالناس على غير لحن. ايه. ما نعرف مين تبعت اللحن. اللحن ولا مين اللحن. الكلام بدكم تعرفوا اللحن. لمين اوكي لحن اي اغنيه. اوكي ثلاث ألحان رح يمرقوا ورا بعض. بنبلش باول واحد بنوقف بتقولوا مين طبعا. ركزوا شوي يلا تفضلوا. لا تشبه حالك بالناس انت وضع مختلف انت قلبك كله حساس لا تسال بيك تختلف. لا تشبه حالك بالناس انت قلبك كله حسين انت شديد مهدرين لقيتك والدنيا ليل قلتلي مخطوبة ليل المرض وليل عزو الدوم لقيتك والدنيا ليل يا ليل المرض وليل يا ناس الدوم. برافو 100 دولار ليه. وأخيرا شو قلتلكن أنا لأول حلقة إنه بيقلعوا بالآخر مش بالأول بيقلعوا. أنا مامي أنا لحن شو يا ميراي لحن تاني عم تفاولي علينا ميراي شو قصدك؟ لا أنا ما بريد أنا بنسحب هلا بعد مش حاطط خرزة زرع إيمان بلا شو هاي؟ افتكرت لا هي خرزة بس ملونة بالفرعونة أوكي بس رح نلون أزرق. هلا أغنية تاني لحن تاني نفس الكلام لا تشبه حالك بالناس ما في بريك على غير تعبت يا عصام يلا بنجيب لك شاي قهوه ماي اللي بدك اياه تفضلوا. مضبوط ختام ايه قولي له قومي ارقصي له يا صبي كل الحكي له يا صبي جميل يا هيدا خطيبك
بري. $100 لي فريق. فريق. الفريق. هي اسمها. والله حماتي يعني غير. تعرف شو اسمها عصام؟ منية. الأغنية. طلت حكيله يا صبية. طلت حكيله. برافو. يلا. لانه ختام قال قوم ارقصي له يا صبي. هيدي الفيرسون. لأنا شو قلت؟ لحن جديد. لأنا شو قلت؟ اه؟ لأنا شو قلت؟ لا انا عم بقول عن ختام شو قال. هو اللي قال انا اخذتها منه. ايه مضبوط عم قول. ما انا بقول كذا فيرسون. ربحته. ثالث لحن بنسمعه. بتشبه حالك بالناس انت وضعك مختلف. تشبه حالك بالناس انت وضعك مختلف. وانت قلبك كله اساس. انت قلبك كله اساس. لا تصدق نختلف يابا نختلف. او لنطر تحتك يا نخيلة. برافو. بالليلة من بعد ليلة. بقى كبير يا خدام. والله انا كثير برافو برافو برافو. انا كثير متاثره اول مره بشوف هالمنظر. على كل انت شفتي عصام بعده عم بفكر ومش عارف ما عن جد انا رحت فيها قالتها وغنتها كلها. برافو. صار معكم $700. فريق فريق مبروك. صح النوم صح النوم. يلا هلا لفريق القطر اسمعوا منيح وانتبهوا. بالفعل شفتي بس ركزوا هن ركزوا شوي. نحن مركزين. يلا اعطونا. يلا اوكي. الأغنية الكلام الأغنية لإلكن على جسر اللوزية. أوكي. أوكي. بدنا نسمع كمان هالكلام على ثلاث ألحان مختلفة. هو انكتب على جسر اللوزية؟ إيه. شو؟ كتب هالكلام؟ إيه. ما في تركيز. هيدا الكلام على لحن تاني. عن شو عم بيحكي توني؟ اسمعوا لنشوف. على جسر اللوزية. تحت ورائل زي قبل الغرب وطاب النوم خدتني المخوية. على جسر اللوزية تحت ورائل زي قبل الغرب وطاب النوم خدتني المخوية. ملحم بركات. مزبوط. بس شو اسمها الأغنية؟ ملحم بركات. لا ننسى. برافو. أيام اللي راحت أيام العذاب المرة والسنين اللي ضاع. تعال ننسى تعال ننسى الأيام اللي راحت أيام العذاب المرة والسنين اللي راحت. برافو. $100 لإلكن إلى اللحن الثاني. والله وقلعتوا وما بكون شيء. يلا بنسمع تفضلوا. على جسر اللوزية من تحت ورق الفي هب الغرب وطاب النوم واخدتني الغفوية. على جسر اللوزية من تحت ورق الفي هب الغرب وطاب النوم واخدتني الغفوية. على الماني على الماني قتلني وعاود رباني بضلني بحبك يا اصفر او عار. على الماني معقول. $100 لإلكن. برافو. كمان لحن جديد. يا عمي شو قلعوا بهالفقرة. تفضلوا. على جسر اللوزية من تحت ورق الفي بالغرب وطاب النوم أخذتني الغفوية. على جسر اللوزية من تحت ورق الفي بالغرب وطاب النوم أخذتني الغفوية. يا غايبين بابك اللي يحبونا يا كل العيونة أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني نسيني جروحي وأحزاني أنا مش تحلاني. يا حبيبي لا تروح بعيد
شو هيدا وشو هيداك؟ ايه 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 مش معقول هالفقرة بسطنا كثير فيها يعني ما بقدر اقول لكم قد ايه انا كنت مبسوطة انه قلعته انا هلا بطلت حس بتنميل ليه؟ مقهور هلا هلا انا بطلب من عصام انه يسمعني اغنية على ذوقه حلو لان حسيت هذيك الساعة ما كثير جبرني لانه ما بدي انا اجبره توني تلميذ كونسرفاتوار كمان؟ لا توني اسمع شو لا كذب شو يلا عصام يلا, يلا, يلا اسمع عصام طيب يلا قوم لا شو تربكي طب ليه يلا قوم توني يلا عصام وتوني يلا يلا قوم على الطبلة قوم على الساحة يا توني قوم على الساحة يا عصام يالي الله دخلت جنة عدن واللي شجر حور واللي بنات الحواري بشرى ودور بكاسات دهب أيوة. بكاسات من بلور شبك حبيبي جلى بالهوى هوى حبيبي يا أول هوى شبك حبيبي حبيبي جلى بالهوى هوى حبيبي يا أول هوى يا شمسي أيوة يا ميرو باتريسي حياتي هيدا لأقولك يا روحي قولي ولا تقولي عطر الليل أهل الطفولة كبروا بهالليل قولي ولا تقولي عطر الليل أهل الطفولة كبروا بهالليل جاي جاي وراي جاي حبيبي يقرا مكاتيب مرسي ميراي كان صوتك بجنن الليلة يا هلا فيك يا هلا فيك شكرا لك مرسي لكم ثانك يو برافو مين بده ياخذ مين توني توني بدك تسمعنا عزف منفرد ما سمعنا شيء منفرد ايه يلا توني يلا شيء لا هيديك متصل يلا ضمير روح يا كبير لك شو عطوني هيدا ولو شو عمام برافو اسم الله عليكم الليلة مواهب كثيرة مواهب بس مش مواهب ما شفتي فاتي بالرقص بس مي بق
فلاح علي هزة خسر ولا فتكات لا 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 مش مظبوط ولا فتكات بزمانات مش مواهب هيك مواهب على طريق مش مواهب الاحتراف مواهب هيك مواهب هيك انا دائما بسال حالي بس سؤال هل تعبير الوجه على الاشخاص اللي عم يدقوا طبله بتاثر على العزف شو لك اكيد اكيد كل واحد بيعبر بطريقه الي زمان مش مكتشف موهبتي الك زمان بس إيه شو يعني التسريحة بس انت لا ملاحظ ايديك هيك بيصيروا حمر بس دقوا طبله لا هيدا عدم العاده عائله العاده طيب حلو اوكي بشكركم كثير هلا رح نضل بهالاجواء الفنيه لنستقبل سوا كمان بمحطه جديده الفنان جو اشقر لما بيطل السهر أول ما بيوعى القمر بعت الهمك لما بتصير الدنيا لون الورد ملوني بعت الهمك لما بيطل السهر أول ما بيوعى القمر بعت الهمك لما بتصير الدنيا لون الورد ملوني بعت الهمك
لآخر فقرة بحلقتنا لليلة. آخر فقرة إن شاء الله تقدروا تجمعوا يعني قد ما لازم، لأنه بتستاهلوا. لا مهضوم كثير، لأنه اللي بيقدمها كثير مهضوم طبعا. جورج خوري. أيوه رجليك. اهلا وسهلا بجورج خوري على المسرح. جورج اشتقني لك. شو بيستعمل؟ انا مشتاق لك يا مدام. شو حلو الرقص، كثير حلو الرقص عن جد. حلو شو بتستعمل الرأس. شامبوان جورج؟ مستغني بليف دغري. بيستعمل افتر شيف. حبيت افتر شيف. حبيت اللمعه. اللمعه كثير مهمه هاي. هلا جورج عنده اربع حزازير، لكل فريق حزورتين. بدي اقول حزوره كلام على بس على لحن معروف، بدكم تكشفوا شو هيدا الكلام اللي عم بيقوله. ممكن يحكي عن السياره، عن الطياره، عن التليفون، عن اوكي. نبدا معكم. نبدا مع... عن عن اشياء يعني اشياء احياء حزوره. ميراي هلا بدي اسعب لي جورج. كل فريق له مرحلته. نبدا مع فريق فريق. اول حزوره جورج تفضل. دايماً معك تتسوق، بتشوفها بتشوفك. دايماً معك تتسوق، بتشوفها تتشوفك. حتى تقلك مين خلفك بيشوفك، حتى تقلك مين خلفك بيشوفك. شو بيك بتفاجئ؟ ولا اهين من هيك. سوري شو بك متفاجئ؟ كاميرا كاميرا يا عين الشوم على السياره. ولا يا عين املي فيك. لا مش كاميرا. في وحده اول شيء طلعت لانه ما بيستعملها عصام. ما بيستعملها مراية السياره. ما بيستعملها. مش بيستعملها بحياتك لا الاشاره ولا المرايه. نرجع نسمعها من جورج. تفضل جورج. قلت لك ختام. دايماً معك تتسوق، بتشوفها بتشوفك. دايماً معك تتسوق، بتشوفها بتشوفك. حتى تقلك مين خلفك بيشوفك، حتى تقلك مين خلفك بيشوفك. لسمعنا السيارة ولسمعنا بسوقها. عصام ما بيستعملها. ما بخبرك كيف بيسوق. أنا بطلع معه نص عمرك. لا شو بتطلعي معه؟ لا شو؟ ما هو عمل لي حرم بس لظبط مكياجي. آه أوكي. ما بيستعملها. شو بتكون عندكم شو فريق حدا بيسوق؟ إلى فريق الأطرش نفس العملية حزورة. انتبهوا للكلام. تفضل جورج. دوم بتغلي بالركوة بنهار وليل، قبل ما يحطوا قهوة يزيدوها هيل. دوم بتغلي بالركوة نهار وليل، قبل ما يحطوا قهوة ويزيدوها هيل. قبل ما يحطوا قهوة بنهار وليل، قبل ما يحطوا قهوة ويزيدوها هيل. دوم بتغلي بالركوة بنهار وليل، قبل ما يحطوا قهوة ويزيدوها هيل. شو الجواب؟ المي. المي. المي شو؟ مغلية. مغلية. أكيد مغلية يعني. برافو. $100 لإلكم. إلى جورج ما عندك حزورتين. إلى فريق فريد. يعمل أشبالش فينا. بأشبالش فينا. يلا. تفضل جورج. مبهدل والله مبهدل، هو تحت الشيدي ومبهدل. مبهدل والله مبهدل، هو تحت الشيدي ومبهدل. هو مادد ايده كل الليل، هو مادد ايده كل الليل. يطلب حزنه يتذلل. مبهدل 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 والله مبهدل.
اسكت يا ختام الشحات. ابسولوتلي الشحات. ماما بلاكي شو بيعمل ختام. شو الجواب؟ الشحات. الشحاد 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 ومشارك ابراهيم. انت عشو كنت عم ترفض؟ 100 دولار لكم. بدي خلص انا عرفتها. فريق ركزوا. فريق الاطرش اخر حزوره لكم من جورج. يا طرشة بيكون ما حدا شايف يتحرك عشيه ودايما انا خايف من البوليسيه. بيكون ما حدا شايف يتحرك عشيه ودايما انا خايف من البوليسيه. حرامي. حرامي. برافو الحرامي. 100 دولار لكم. برافو عليكم. حرامي. طبعا دايما دايما جورج خوري بحب ينهيها بمسك. حلو. نعم. الليله جورج شو المسك؟ المسك؟ ايه شو؟ البوب ستار رامي عياش. حلو رامي عياش. رامي اوكي يا حبيبي. يلا مع جورج خوري ورامي عياش. عم تحكي عن هالحال شو قصدك مش رجال؟ ما عم بقدر اكفيكي العتب على المال. عم نحكي عن هالحال شو قصدك مش رجال؟ ما عم بقدر اكفيكي العتب على الاموال. عم بتعب ليل نهار عم بفلح مثل حمار. برايك انا ختيار؟ بتقولي بتقولي. عم بتعب ليل نهار عم بفلح مثل حمار. برايك انا ختيار؟ بتقولي 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 مش رجال. شكرا جورج خوري. بنشوفك الاسبوع اللي جاي. الشكر الاكبر بنهايه حلقتنا للمشتركين فريق فريد. شكرا لكم واهلا وسهلا فيكم. جمعتوا 700 دولار مبروك عليكم. فريق الأطرش شكرا كمان انكم شرفتونا. شكرا. ربحتوا معنا 1000 دولار مبروك عليكم. شكرا. الله يوفقكم. ميرسي كثير. ومشاهدينا مشاهدينا لهون تنتهي حلقتنا. اكيد مشتركين جديد وفنانين جديد وربح اكيد بالحلقه اللي جايه مثل هالوقت عبر محطه المستقبل. هلا بننهي حلقتنا مثل ما ابتديناها مع الفنان جو أشقر. باي باي. ملك وسلطان. يا للي أمان يا للي يا للي أمان. جدا فرحان سألوني جدا فرحان. والغايب راجع يا عيوني ما شفت زمان. والليلة رجاء سموني ملك وسلطان. يا للي أمان يا للي يا للي أمان. جدا فرحان سألوني
ملك وسلطان، والليلة رجاءً سموني ملك وسلطان.